صباح الخير عليكم. النهارده فلوج تاني يوم في فندق بلاجي في الغردقه. زي ما انتم شايفين البحر النهارده شكله حلو قوي، بس شكله من بعيد. يعني الجزء اللي في المارينا ده انا اروح اصوره دلوقتي، شكله حلو قوي والالوان فيه حلوه قوي. وانا نزلت فطرت الصبح وصورت الفطار كله في المطعم، هنزل لكم دلوقتي الفيديوهات بتاعته اوريكم اكلت ايه والاكل اللي موجود في المطعم. وبعد كده رحت عند البسين شويه صورت لكم برده حاجات هنزلها لكم. البسين برده القعده حلوه جدا، المايه كانت ساقعه شويه بس نزلت وكانت حلوه جدا برده. دلوقتي جيت عند البحر هنا اصور برده الجزء اللي هناك ده واوريه لكم دلوقتي بعد الفطار والبسين ونكمل باقي اليوم. يلا بينا. في هنا مخلل وفي خضروات متقطعة، وهنا في جبن ولانشون وفي مش جبن رومي، وهنا قسم المخبوزات في حاجات كتير قوي. وفي هنا كرواسون والفرن هنا عشان يسخن في كل حاجة. في هنا توست واكيد في فول طبعا. بيض مسلوق ودي طماطم مشوية عليها جبنة. ماشي انا هاخد حبة. وهنا سوسيس فراخ شعرية باللبن، بطاطس مهروسة. عايز؟ لا سوسيس. هنا الجزء بقى بتاع الفطار المصري، بطاطس محمرة في بتنجان وطعمية وفلفل. وهنا رز بلبن. وفي هنا وافل وبان كيك. وهنا الجزء بقى بتاع البيض الاومليت، يعني لو انت عايز اي نوع معين او عايز يتحط عليه اي حاجه الشيف بيعمل لك هنا. وده فطرنا النهارده وقررنا ناكل بره عشان الجو حلو قوي. وبعد الفطار لازم كابتشينو وشاي. رحنا اللوبي بار، بصراحه شكله حلو جدا وشيك كده وجديد، بصراحه حلو قوي القعده فيه والمشروبات كمان هناك حلوه قوي. بعد كده طلعت قعدت على البسين، الجو كان حلو جدا على البسين بصراحه. ده السناك بار يا جماعه، هندخل نشوف فيه. Thank you.
البيتزا كانت حلوه جدا وهي طالعه من الفرن سخنه كده وبتشد، وكان في كذا نوع، كان في فراخ وكان في سوسيس وكان في خضروات وفي بالجبنه. المياه النهاردة شكلها أنضف شوية، بس بصراحة المياه دي مش نظيفة خالص يعني. ما بتتنزلش دي المياه دي خالص. في النهاردة هيبقى في حفلة كولر فيستيفال وكولر بارتي برازيليان شو، صورها لكم برضه. البحر النهاردة شكله بقى حلو شوية، بس للأسف الجزء التيني اللي في الأول ده مش حلو خالص. طبعا البحر فيه مد وجزر، يعني الجزء اللي قدامنا ده كان امبارح فيه مية على المغرب كده، بس طبعا زي ما انتوا شايفين كله طينة، فالارضية مش حلوة خالص ولا المية بتبقى حلوة، بتبقى متعكرة كده. بس المية قدام قوي زي ما انتوا شايفين عند اليخت عند اللانش ده شكلها حلو، بس مشوار كبير قوي على ما تخشوا لهناك يعني. بس اللي عايز يعمل سنوركلينج بقى ممكن ينزل هناك من على المارينا اللي هناك دي، انا هروح اصورها لكم، فهيقدر ينزل في الحتة اللي لونها حلو هناك يعني، هيبقى فيها طول بقى ويبقى ممكن يعمل سنوركلينج، تبقى حلوة قوي يعني. في مرجحة هنا، البحر شكله حلو بس للأسف ما يتنزلش يعني. مش عارف، هو انا حاسس ان هنا رملة شوية مش طينة يعني. هنا الجزء ده من الشط رملة مش طينة زي امبارح، يعني انا نزلت امبارح من الجزء اللي هناك ده كان طينة يعني. في هنا مرجيحة ممكن برضو الناس تتصور، فهنا افضل، بس في الحالتين برضو لازم نلبس جزمة يعني. في صخور، صخور صغيرة قوي يعني، بس دي بتوجع اكتر من الكبيرة. ونفضل نكمل لحد الازرق اللي هناك ده. حلو اول مرجيحة دي، بس في تحتيها هنا صخور يعني، وخلوا بالكم تكونوا لابسين جزمه او لابسين حتى شبشب، هو
ومش من بعيده، مش من الشط يعني، بعيده قريبه جدا. وللاسف المارينا دي مقفوله، محدش بيمشي عليها، شكلها لسه بتتجدد لان الخشب مكسور قدام شويه. فالحل ان انت بتفضل تمشي بقى على رجلك كده لحد الناس اللي قدام دي وتنزل بقى. بس يعني في الحته الزرقاء دي اعتقد في طول مش غريق يعني، بس هتمشي الحبه دول وبعد كده نعوم هناك. يعني المايه هناك شكلها انضف واحسن. تعالوا دلوقتي بقى نروح نتغدى يا جدعان. وده كان غدايا النهارده، ما صورتلكمش الاكل كله، كان في سمك مشوي وفي شاورما فراخ وبطاطس محمره، كان في اكل كتير متنوع برده. هو اقل حاجه السلطات، بس الاكل حلو قوي. وفي مكان حلو قوي مخصص للاطفال، كراسي صغيره وترابيزات صغيره يقعدوا عليها بيبقوا مبسوطين قوي. الفندق كان عامل البوفيه ده على الشط عشان الحفله، وكان شكله حلو قوي، في حاجات كتير قوي شكلها حلو. بعد الحفلة لعبنا فولي بول شوية، وكان اللعب حلو جدا، بس الشمس كانت جامدة قوي. بعد اليوم الحلو ده اللي كان فيه الحفلة الصبح على الشط، وكان يوم جميل جدا، دلوقتي تعالوا اوريكم العشاء. العشاء فيه سلطات مختلفة عن الغداء، يعني فيه حاجات كتير متنوعة، على الأقل عاملين شوية سلطة، بس بصراحة ما فيش حاجة شدتني وما خدتش حاجة. هنا رز ابيض، وفي هنا باميه، وهنا في سمك فيليه، وهنا بطاطس بالطماطم، مكرونه بشاميل، فراخ محشية بالرز كأنها حمام كداب، وهنا في حواوشي برضه كان بيتعمل على الجريل،
ملوخية، رز بالشعرية، وطبعا في الاستيشن بتاعت المكرونة تقدر تعمل الصوص اللي انت عايزه والشيف بيعمله لك. كمان كان في كشري وفي الصلصة بتاعته والدقة بتاعته، كمان في فتة باللحمة. الاتنين كانوا حلوين قوي. وده القسم بتاع الحلويات، كان في حلويات كتير قوي شرقية، والغربي كانش كتير قوي. وكان في فاكهة، ودايما بيبقى في فاكهة كتير بصراحة، فدي حاجة حلوة قوي. وكان في بره شواية بتشوي كفتة، وكانت ريحتها حلوة جدا وطعمها حلو قوي. وبعد العشاء بيبقى في حفلة تيم الانيميشن منظمها، كان في مغني بيغني وكانت حلوة جدا، والقعدة كمان كانت حلوة قوي. وبعد الحفلة نهينا اليوم بالايس كريم. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة.